بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي رسالة واضحة إلى هذه الحكومة، هذا النظام، بأنه مع بدء الحوار، إلا أن الشعب سيبقى في الميدان ليضمن حقوقه وليضمن مسار أي حوار وأي تسوية كانت، ليضمن أن تكون في مسارها الصحيح. فلو انحرفت عن مسارها فسيبقى الناس في الميدان ولن يرجعوا ويعودوا إلى المنازل أبدا. هذه رسالة واضحة في هذا اليوم مع هذه الجماهير الحاشدة وبهذه الأصوات وهذا الوجود المريد والإرادة الجبارة في الواقع من هذا الشعب، بأننا نعلم بأن من دخلوا الحوار لن يخونوا، لن يتنازلوا، بل هم داخلون لكي يفضحوا هذا النظام إذا أراد أن يتخلى عن التزاماته. عمليا هذه رسالة إيجابية تبديها المعارضة كعادتها دائما، وإذا كانت هناك جدية سوف تتضح الأمور كثيرا منذ الجلسة الأولى، وعكس ذلك سوف يعني ينعكس سلبا على قرار مستقبلي لا يعني نتمنى أن نصل إليه كمعارضة، لكن نتمنى أن تفهم السلطات في البحرين الرسالة واضحة أن قول معارضة إيجابية وتتعامل بمسؤولية مع يعني التركيز على مطالبنا ومقترحاتنا التي لن نحيد عنها أبدا، لأننا نرى فيها هي مطالب مشروعة لشعبنا وليست فقط لقوى المعارضة السياسية كحسب.